الحديث عن الأطماع التركية في أجزاء من الأراضي السورية والعراقية ليس جديداً، لكن الجديد تصريحات وزير داخلية الاحتلال التركي سليمان سويلو التي ادعى فيها أن مدينة حلب تقع ضمن حدودهم في الميثاق الملي، وإنهم سيمنحون الجنسية التركية لمن يعيشون هناك، كما إنهم يعملون على السيطرة على الحدود السورية العراقية، في إشارة واضحة إلى نيتهم ضم مدينة الموصل وأجزاء من إقليم كردستان. لديها أطماع لإعادة الحلم العثماني بعد مرور 100 عام على اتفاقية أوسلو، علما بأن هذه الاتفاقية ألغيت في عام 1950 عندما كان في ذلك الوقت رئيس الوزراء العراقي نور السعيد ألغى هذه الاتفاقية واعتبرها شرطا في دخول بغداد في دخول العراق في حلف بغداد. لذلك الأطماع التركية اليوم التوسعية لحد الآن قامت على تهجير أكثر من 8 قرى، هدم 13 قرية، قصف مستمر تتمدد في دوريات تصل بعمق 20 كيلو داخل الأراضي العراقية. المتابع لسياسة النظام التركي خلال العقد الأخير يرى بوضوح كيف تعمل أنقرة على إيجاد موطئ قدم عسكري لها من ليبيا وصولا إلى سوريا ولبنان والعراق، ناهيك عن نفوذها الاقتصادي في أكثر من بلد في الشرق الأوسط، بمخطط واضح لإعادة احتلال أجزاء من سوريا والعراق بعد إضعاف الأنظمة السياسية فيها. لا ينفي القادة الأتراك هذه الأطماع في كل تصريحاتهم، يتحدثون عن محاولات التوغل في الأراضي العراقية، وهذا ما بدأ واضحا من خلال الانتشار العسكري والتوغل عشرات الكيلومترات في عدة مناطق عراقية، لا سيما في بعشيقة منذ عام 2015 هناك قاعدة عسكرية، أيضا هناك عدة قواعد، وهناك زيارة لوزير الدفاع التركي في السنوات السابقة. كل ذلك يثبت الأطماع التركية التي تحاول من خلالها أنقرة العودة إلى ما تعرف بالإمبراطورية العثمانية ومحاولة السيطرة على عدة مناطق عراقية. تعمل تركيا على استعادة ما خسرته بعد توقيع معاهدة لوزان، لكن أحلامها تصطدم بواقع يفوق إمكانياتها. ما يزال النظام التركي يعمل بشكل مستمر على زعزعة استقرار كل من سوريا والعراق ليتمكن من احتلال الموصل وحلب بأقرب وقت ممكن. حوراء كريم، اليوم، بغداد.